بطوطه النهارده عامله لنا حاجتين انا بحبهم اكتر من بعض، ان كانت المكرونه بالجمبري او كريم كراميل. ولعلمكم كريم كراميل ممكن اكل منه اطنان مطننه من كريم كراميل. هتبتدي بشفاء يعني ايه اكتر حاجه تبتدي بيها الاول؟ نبدا الاول اللي هي المكرونه اللي بالجمبري. طيب ايه اللي يميز المكرونه اللي بالجمبري بتاعتك؟ المكرونه اللي بالجمبري اول حاجه طبعا اجيب نص كيلو مكرونه اوكي وجمبري طبعا، واكون طبعا غسلاه كويس قوي وشايله منه الكيس الرملي. ده اللي بيعمل كوليسترول. لا بس حاجه بسيطه خلاص. ايوه لا ال 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 الخط اللي هو بيبقى فوق ده لا ده لازم جمبري لازم مخزن كوليسترول. طبعا ده بيتشال طبعا، لازم كل ده يتشال. امي كانت بتقولي ان ده الرمله. ما هي الرمله. ده لازم يتشال ويتغسل كويس طبعا بالملح والخل، ولازم ايه يبقى ليه غسله معينه وتبقى ايه يبقى زي الفل. دي اول حاجه. سلقنا المكرونه وشوحنا الجمبري. اول حاجه بقى خلاص هجيب معلقه زبده. اوكي انا مسخنه لك بتاع عشان ايه؟ عشان تسيح على طول، مش عايزه اكتر زبده قوي. طب وايه رايك احط لك السكر هنا بتاع الكراميل عشان يلحق بس. كوبايه سكر، كوبايه ميه، ولمون. دول احط الاثنين دول؟ كوبايتين دول؟ كوبايتين. حاضر. بس انا بحط بس السكر عشان يكرمل قبل ما نبتدي نشتغل معاكي. واحط ميه؟ احط ميه. حاضر. كملي بقى اشرحي بقى. واحطي برضو فانيليا. ده للسكر المكرمل بتاع الكراميل. احطها كلها كوبايه؟ دي كوبايه احطيها. اوكي. عصره ليمونه. حاضر. وعصره ليمونه والفانيليا. والفانيليا. بس يا حبيبتي بس كده. ايه مع بعض كده ايه؟ عقبال بقى ماشي. ماشي مش مشكله، حطيتها كلها. كان لازم تقولوا لي انتوا عارفين. طب انا عايزه البيض ده كده، البيض هيبقى زفر. لا هجيب لك تاني. ماشي. هجيب لها يا ياسمين هجيب لها حاجه بسيطه قوي يعني. هتجيب لنا حالا بس ليمونه مقصره بسيطه قوي. اهي كده خلاص. طب انت هعمل ايه بقى؟ ايه قولي بقى. اروح بعد ما يفك كده الزبده خلاص كده، بس علي شويه. علي قوي. علي قوي خلاص. على الاخر كده. على الاخر خلاص كده هيشتغل معاكي. هروح احط الثوم. اهي ابتدت اهي. وبعدين يجي بس يعني عارفه انا عايزاه لونه كده ما يبقاش محمر، انا عايزاه لونه كده مصفر، حاجه بسيطه. ده اللي هو ايه؟ اللي للجمبري. الثوم. اوكي. الجمبري. ايوه تقصدي على الثوم يعني. الثوم. مش عايزاه ثوم محروق، انا عايزاه مديني لون اصفر بس. ما يبقاش بني. ما بقاش بني. صح؟ ايوه. اوكي. دي على فكره دي من اكلاتي المفضله والسريعه برضو. ما انا عشان كده دي سريعه عشان قلت اعملها. انت عندك العيال بيحبوها برضو. انا عندي احفادي كلهم لارا وتاليا وتوتي وجميله حبايب قلبي ولاد نورهان. بنمسي عليهم وبنحييهم. ومحمد جوز نورهان برضو بس انا بمسي عليه لاني بقالي كتير ما شفتوش. واقول له وحشتني. انت حما جميله. حماتك بتقول لك يا محمد وحشتني. وحشتني جدا طبعا، بقالي كتير ما شفتكش. واحمد ابني برضو ربنا يخليه، ونيرفانا ونورهان ولانا وكلهم. وجوزي طبعا حبيب قلبي ده ما اقدرش اقول. ربنا يخليه يا رب. ربنا يخليك يا حبيبي. ربنا يخليه لي. طيب انت كده حمرتي الثوم. كده خلاص هروح حاطه ايه الجمبري. انت الجمبري عم مديله تشويحه. هسيبه كده بقى. بصي بقى الريحه. ملح وفلفل. جمبري بقى انا عامله له ثوم وملح وليمون. وليمون. وثوم. طب هو هينزل ميته. ده ينزل ميته. لغايه ما يشرب شويه كده. ما يبصي. لا 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 لا. هتخرجي هتشوفي حتى ريحه عامله ازاي. تشمي ريحته تلاقي الريحه ايه؟ لا باينه ريحه باينه. لا والجمبري مغسول حلو قوي، والكيس الرملي لازم يتشال منه. اوكي. فطبعا حاجه بتبقى ايه؟ جميله. انا بسخن لك ال علي لي بس علي لي ال ما عليت لك انا. عندنا بس ايه؟ يديني بس ايه. وبعدين على فكره الجمبري انواع. في الاكله دي صح؟ على فكره الجمبري انواع، في جمبري بينزل ميته. لا وفي جمبري ما بينزلش. انا بحب المكرونه جدا جدا بس ما باكلهاش. هدوقش دلوقتي ولا مكرونه ولا رز. لا هدوق دوقي الكريم. لا المكرونه هتعجبك. هدوق سكريات. اي سكريات؟ ما هو المكرونه سكريات. ما المكرونه ده كربوهيدرات وسكريات. لا ما انا قاعده بتسلى معاكي. ماشي. يعني احنا خلاص. ايه قدامنا الميه بتشتغل واحنا عاملين اصلا. طالما احنا عاملين كريم كراميل خلاص. احتياطي. كمان بصي انا اول ما يجيلي التشويحه بتاعتي اخلص على طول بقى. يلا بصي بقى هعمل حركه او كده ايه
ده دقيق ايه اوكي اه هروح حطاه كده علشان يمسك الصوص بس كده احنا نبعد بس إيه؟ دول كده بعيد عن كده ايوه اقلب كده اوكي خلاص شوفي الريحه عامله ازاي ومسك طب ايه اضيف لك ايه بقى اللبن الاكلات اهو اللبن بسرعه على بالك واحنا بنحط لبن اه طبعا ما هي مش ما هي بوايت صوص يا سويف آه بدل ما تحط لك كريمه هي عاملاها زي كانه بشاميل اه تشيلي شويه صغير كمان حاضر عشان تكفي بس الكميه اللي عندي حاضر خلاص اهو بس كده تمام كده حلاوته حط شويه كمان يا سويف حاضر اهي مفيده ماشي خلاص في حاجه بقى عم الاقي مثلا الكريمه تقلت مني ممكن بقى اخففها يا اما بشويه لبن او حبه ميه او حبه ميه وخلاص خلاص. طب انا عايزه اسال سؤال انت واحده انت حاطه بتاعه ها انت حطيتيها ايوه ماجي ده الملح ده ولا ده ملح اه ده ملح ملح وفلفل برضه مش هكتر عشان أوكي. انا اصلا المكرونه انا سلقاها بالملح اوكي حبه فلفل حبه فلفل تمام طبعا خلاص كده دي لا دي ده توم باودر لا ده مش توم باودر توم انا ده بصل انا حطيت انا كنت خايفه مش فاهمه انا كنت جبت انا حطوا لي انا فاهمه اسمها ايه انت بعتيها بيكنج باودر بيكنج باودر فانيليا كنت خايفه اكون حطيت الفانيليا انا عايزه فانيليا على فكره عشان ما انا جبت لك خلاص يلا مكرونه بصي بقى المكرونه بصي تقلت ازاي بس اعمل بتاع فك شويه اوكي شم الريحه شم تحفه 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 بس كده بقى. انا ايه انا كرم بودر وبصل خلاص يلا حلو قوي لا استني راحه فين إيه؟ استني بس راحه فين هاتي لي شويه لبن تاني بس حبه صغيره كمان او ميه لا بس خلاص كده خلاص كده حبيبتي اه وهاخد برضو شويه جبنه انا مش عايزه احط هنا بقى شويه مش عايزه احط بايدي حبه صغيره قوي اهو كتريش اهو بس كده خلاص كده ايوه سيبها بس تلف حاجه بسيطه كده حلو حلو انا حاسه دي مليانه بهريز انا بيموتوا فيها عندي بهريز. الاطفال بيموت فيها لارا وتاليا كله وتوتي وكلهم بيحبوها ونضلق بقى ال لا مش هتدلقي كله امال ايه عايزه ايه بصي انا هعمل حركه هاتي لي بقى البرام اجيب لك البرام بتاعنا احنا اللي احنا هنحط فيه أيوة. مكرونه أيوة. هو البرام ده اللي هو ايه هو ده انتوا حاطين عاملين أيوة حساب أيوة بودره اوكي حطي لك فيه مكرونه حطي شويه مكرونه حطي المكرونه كلها ممكن تاخدي حبه كده منها حطي المكرونه كلها بس حاضر هقول لك اعمل ايه يلا كلها عايزه حبه مقعش كفايه حلو قوي شكل الطاجن ده بتاعك ولا بتاعنا لا بتاعنا يا سوسو انا بتاعي حلوه هعمل لك فيه احلى اكل استني عليا مشمه الريحه اه روعه يلا ادي مكرونه انا عايزه والله انا ما اعرف عايزه ايه خلاص انت سيبي بقى انت هاتي معلقه اهي لا خلاص يا خلاص يا مفيده هجيب لك معلقه غويطه صح بصي بقى معلقه غويطه ايوه بصي السمك كده اهو ايوه برافو عليكي حطي بقى كرشتين هنا فهمت كده برافو عليكي حطي كرشتين اهو بعد ما نقلبهم كلهم مع بعض اهو اهو لو عايز انا عايز اكتر بس يلا بقى اهو قلبي بقى كله كده حاضر يلا نقلب حاضر اكتب على الكبتاز كده كلها اتقلبت استني اقلب لك كله مع بعضه عشان انت عايزه كله يدوق الصوص الصوص وبعدين انت هتدخليها الفرن اه تاخد يلا. بس ايه وش كده ايه احمر طب يلا دخلي يلا حبيبي اهو يلا الجمبري اوكي الف هنا وشفا الف هنا وشفا اللي هاكل وبعدين شويه حط جبنه ايوه على الوش حطيها بقى في الفرن بس انت قلبتي كله من جوه اه قلبت طب حطي بقى من جوه كده خلاص انا حطيتها هنا كده دخله ده يا دوبك مش دي مش هتتاخر في الطلوع عقبال ما دي على طول تاخد على طول ما بتاخدش حاجه هاتي اوكي هي دي قنبله بطاط اوكي الاطفال عندي بيموتوا فيها انا ما باكلش انا محافظه على نفسي برافو انا لا انا بصي بعمل كل حاجه واسالين ما عايشه على الخضار السوتيه وطبق السلطه لا يعني دينا كلها مره كل فتره فيه. يعني لكن ده ودي الشكل بتاعها ما يبقاش اللي هو كل يوم او اكتر من مره ده شكلها اهو
طيب كريم كراميل بقى، انا اكل ده كريم كراميل انا طبعا استحاله دلوقتي.